رشا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. ازيك حضرتك عامل أهلا ايه؟ بيك يا ستي، يا مرحبا، أهلا اهلا وسهلا، بحضرتك. لو سمحت عندي سؤالين. اتفضلي. اول سؤال، انا دلوقتي جوزي يتحكم في لبسي، يعني لدرجة ايه؟ يعني انا بس لو انا بلبس حاجة مش شفافة ومش ضيقة، هو من حقه ان هو يجبرني على الاسدال او على النقاب. ده لا، سؤال. النقاب ليس مفروضا، تمام. وبالنسبة للإسدال، حضرتك هو دلوقتي مصمم بالإسدال وأنا الحجاب هو المفروض، يعني لا يرى تمام. من المرأة إلا وجهها وكفيها، وده إجماع الأئمة، أجمعوا على ذلك، إنه جسم المرأة تمام يا كله فندم، عورة بس ما عدا الوجه والكفين، وبالتالي إذا كنت بتعملي ده يبقى لا حق لزوجك في شيء بعد ذلك، والنقاب ليس مفروضا.